الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى الشرح الصغير لسيدي أحمد التنبيه رضي الله تعالى عنه بأدلته النقلية. قد وصلنا فيه إلى مندوبات الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتمكين جبهته من الأرض أو ما اتصل بها من سطح كسرير بسجوده، وتقديم اليدين على الركبتين عنده، وتأخيرهما عند القيام، ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما، وضم أصابعهما ورؤوسهما للقبلة، ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه وضلعيه جنبيه وسطا، ورفع العجزة ودعاء فيه بلا حد كالتسبيح. يعني لا يزال الشيخ يتكلم عن مندوبات السجود. قال: وندب تمكين جبهته وأنفه من الأرض أو ما اتصل بها، أي بالأرض. طبعا السجود ركن، السجود يعني وضع الجبهة واليدين والركبتين والرجلين على الأرض، هذا فرض في الصلاة، لكن هناك مندوبات في السجود. وندب تمكين جبهته وأنفه، لأن بعض الناس يرفع جبهته فتجد أنفه مرفوع عن الأرض، لكن الأصل أن يضع جبهته وأنفه على الأرض. أنت تشوف بعض الناس تلقاه يسجد على المنطقة دي كده ويرفع رأسه كده، فأنفه دي تبقى بعيدة عن الأرض. طبعا السجود على الأنف مندوب وقيل واجب، يعني في قول بالوجوب وقول بالاستحباب أو المندوب. هنا يمكن جبهته وأنفه من الأرض أو ما اتصل بها. طبعا التمكين معناه يعني عدم رفع الوجه إلى قرب الشعر، شعر الرأس، يبقى ده مش تمكين. يعني التمكين بمعنى أن يجعل الجزء المربع على الأرض، فإذا جعل الجزء المربع من الجبهة على الأرض وصل الأنف إلى الأرض، هذا هو التمكين. أو ما اتصل بالأرض، طبعا إحنا عندنا السجود
واجب على الأرض أو ما اتصل بالأرض. فالشيخ الصفتي قال فلو كان هناك سرير معلق من أربع جهات بحبال في السقف، واحد صلى عليه يبقى الصلاة كده باطلة. ليه؟ لأنه لم يسجد على الأرض ولا ما اتصل بالأرض، ده سرير معلق في الهواء، سرير معلق في الهواء. فاحنا عندنا من شروط صحة السجود أن يكون على الأرض أو ما اتصل بالأرض. ولذلك احنا عندنا الصلاة في الطائرة لا 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 تصح، لأنها ليست على الأرض ولا ما اتصل بالأرض، وإنما هي بين السماء والأرض. الشرط ده عند جمهور العلماء، يعني لم يقل بصحة الصلاة في الطائرة إلا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، فاعتبر أن الطائرة كالباخرة على سطح الماء، يبقى أرض الطائرة كأرض السفينة، فتصح الصلاة فيها. ولذلك قال من سطح، يعني السطح اللي هو الدور الثاني او الثالث من الارض او ما اتصل بها من سطح كسرير. برضو نبه العلماء على الشيء اللي هو ملهوش يعني جسم ثابت، زي مثلا التبن كل ما يضع جبهته فيه تغوص فيه، فلازم يكون شيء ثابت على الارض. كمان في نوع من الاسفنج عامل زي القطن كده، القطن الهايش كل ما الواحد يضع جبهته تنزل تحت، يعني مفيش استقرار، مفيش استقرار. لكن القطن اللي هو مكبوس يشبه الارض، والاسفنج الشديد اللي هو تحط انت جبهتك عليه يكون كالارض تصح الصلاه عليه. لكن الحاجه الهايشه دي كل ما تحط جبهتك تنزل لا لا تصح، زي التبن بتاع القمح، التبن الابيض ده مهما تضع اي جبهتك تلاقي نفسك راسك بتغوص في التبن. يبقى هنا السجود هنا لا يصح. وندب تمكين جبهته من الأرض أو ما اتصل بها من سطح كسرير أو سقف ونحوهما بسجوده، أي في سجوده. وفي السجود أيضا قال وندب تقديم اليدين على الركبتين عنده، أي السجود أي حال انحطاطه، وتأخيرهما أي اليدين عن الركبتين عند القيام للقراءة. يعني في مذهب الإمام مالك يستحب النزول على اليدين، لكن عند غير الإمام مالك ينزل على الركبتين، عند الأئمة الثلاثة ينزل على الركبتين ويأخر اليدين، وعندنا نحن في الإمام ننزل على اليدين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني ينزل على اليدين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وسيدنا عبد الله بن عمر كما ورد عند ابن خزيمه والدارقطني والبخاري قال سيدنا عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. لكن وارد طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه، يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل الامر. فالإمام مالك يعني اختار هيئة
ولئن الثلاثة اختاروا هيئة. يعني لكن في مذهب الإمام مالك النزول على اليدين هو السنة عندنا، ويؤخر اليدين عند القيام، يعني هو قائم يقوم بركبتيه ويؤخر اليدين، يعني يعتمد على اليدين في الايه؟ في القيام. وعلشان برضو ايه نمثلها تاني علشان تبقى اوضح شويه، السجود عند الإمام مالك ينزل هكذا الله، ويضع اليدين حذو الأذنين أو قربهما، يعني إما كده يا إما إيه؟ يعني إما لورا شوية يا إما مساواة الأذنين، يعني هكذا أو هكذا، لكن ما يحطش في بعد راسه، في بعض الناس يحط ليه كده واحد تاني تلاقيه عامل كده، كل دي هيئات غير وارده في السنه. يبقى السنه يضع اليدين حذو الايه؟ الاذنين، لا ياخر لورا ولا يدخل ايه؟ لقدامه، يعني مساواه الاذنين او قرب الاذنين. وبعدين ما يضمش كما قلنا العددين دول ما يضمهمش كده، وإلا بهكذا بحيث لا يؤذي من بجواره، في الجماعة بالذات في الصف يعني ما يجنحش عشان يضايق الايه؟ اللي على اليمين واليسار، لا يعني بحيث انه ما يلزقش العضد ده بالايه؟ بالجنبين. هذا ايه؟ يعني خلاف الأولى أو خلاف السنة، خلاف السنة. وبالنسبة للرجل يفرج الفخذين، يعني يضمش في بعض الناس يعمل كده، كده قاعد ضامن رجليه على بعضيه كده، لا السنة أن يفرج، لكن المرأة تنضم، المرأة تضم هكذا، يعني المرأة تضم الإيه؟ العضدين دول على الجنبين، تضم برضه إيه؟ الرجلين الفخذين دول وجنب بعض بالنسبة للمرأة، والرجل هكذا يفترش الإيه؟ لكن الإمام مالك عندنا كما ذكرنا عندنا حاجة اسمها الإفضاع، هو الجلوس على الإليتين والرجل الشمال تكون تحت الفخذ الأيمن. ده مذهب الإمام مالك في كل الحركات كلها. والافتراش عندنا احنا ما فيش افتراش، يعني ما في جلوس كده، لكن طبعا في أحاديث كثيرة جدا وهي أقوى من الأحاديث اللي أخذنا بها احنا، اللي هو الافتراش في كل ما بين السجدتين وفي التشهد الأوسط، لكن الإفضاء يكون في آخر التشهد، ده اللي عليه الجمهور وده الأرجح، يعني ده إيه؟ ده هو ده الأرجح، دي هيئة الإيه؟ وفي القيام برضو إحنا نقوم هكذا هكذا. لكن في حديث كان صلى الله عليه وسلم ينزل كالسجدة العاجل، أو يقوم من سجوده كالسجدة، يعني يقوم بيديه، لكن هذا الحديث ضعفه العلماء، حديث القيام بصفة العجل دي إن هو إيه؟ وهو قائم يعني يعمل كده، اسمها صفة العاجل، لأن يعني المرأة لما بتعجل إيه؟ تضم إيديها كده وهكذا، لكن هذه الصفة ضعيفة، حديث العاجل ضعيف. المحدثون حكموا بضعف، ولذلك يعني الأئمة يقومون على يعني الكفين، اللي يقوم عليه الكفين، ده بالنسبة للإمام مالك ينزل على الكفين ويطلع على الكفين، لكن عند غير الإمام مالك ينزل هكذا، ينزل إيه بالركبتين ويعمل كده، ساعات يقوم يعمل كده، بعدين يقوم إيه؟ ده غير الإمام مالك رضي الله عنه. يبقى احنا نقدم اليدين ونقوم على اليدين. غيرنا ينزل بالركبتين ويقوم بالايه؟ بالركبتين.
وبعدين فيه مسألة هنا نبع عليها الشيخ اللي هو رفع العجزة. يعني في السجود بعض الناس يسجد ويبقى ظهره مساوي، لا احنا الظهر يبقى هكذا، يعني هكذا. في بعض الناس هو ساجد يعمل كده، فتلاقيه كده زي البطة كده، يعني ايه ظهره زي ظهر البطة بالظبط. دي مش صفة سجود، دي صفة الكسالة، يعني مش هايل عليه يعمل كده، ما عندوش همة، يعني من شدة الكسل تلاقيه يعني مش عايز يتحرك. وقت الصلاة؟ نعم؟ وقت الصلاة؟ لا، ما هي يعني مندوبة الصفة دي، الصفة دي مندوبة، لكن ليست باطلة، ليست باطلة. لكن منبه عليها الشيء. وندب وضعهما أي يدين حزو أذنيه، أي قبالة أذنيه أو قربهما في سجود، بحيث تكون أطراف أصابعهما حزو الأذنين، يعني إما أن يكون هكذا أو هكذا، بحيث الأطراف دي تبقى عند الإيه؟ عند الأذنين. ده في السجود. وندب مجافاة أي مباعدة رجل فيه، أي السجود، بطنه فخذيه، فلا يجعل بطنه عليهما، يعني ما يجعلش البطن على الفخذين زي ما انا سجدت كده، ويبقى الظهر متساوي. ومجافاة مرفقيه ركبتيه، يعني المرفقين دول ما يعتمدش ايه على الفخذين الا اذا كان مجهودا ومتعبا، لان الصحابه لما يعني اشتكوا من التعب فقال ايه؟ استعينوا بالركب، يعني اجعلوا ايه؟ المرفقين على الركبتين، يستند يعني عليهم، لكن ما يبسطهاش كبسط الكلب، لان ده من المكروهات، اللي هو يحط ايده كده، يحط الايدين كده، ولا يبسطها كبسط السبع او الكلب، انما يرفع ليه؟ المرفقين. ومجافاة ضبعيه، تسنية الضبع ما فوق المرفق إلى الإبط، المنطقة دي اسمها إيه؟ ضبعين. جنبيه أي عنهما وسطا في الجميع، يعني ما يعملش كده هم ولا يغسل كده، وإنما دايما يكون وسط، بحيث يبعد بس إيه؟ الضبع ده، العضو ده عن إيه؟ الجنب. قال: وأما المرأة فتكون منضمة في جميع أحوالها عكس الرجل. وندب في السجود رفع العجزة عن الرأس، علشان يبقى إيه؟ العجز أعلى من الرأس، لكن لما يسجد سجود الكسالى اللي هو إيه؟ تلاقي ظهره متساوي مع الرأس وهو ساجد. بأن يكون محل السجود مساويا لمحل القدمين حال القيام أو أخر، وأوجب ذلك الشافعي. فإذا كانت الرأس مساوية للعجزة أو أعلى، بأن يكون محل السجود أعلى من محل القدمين، لم تبطل عندنا وبطلت عند الشافعي. يعني في صفة السجود أحيانا الأرض مكان السجود يبقى أخفض من مكان الرجلين، يعني الأرض عاملة كده، وأحيانا تبقى إيه؟ مكان السجود أعلى من مكان الرجلين. فمن السنة طبعا أن يكون
مكان السجود أخفض من مكان الرجلين، ولذلك علشان يتمكن من رفع العجز. فإذا كان محل السجود أعلى يبقى كده إيه، هيتساوى الظهر، يعني يسجد على مكان مرتفع بحيث يبقى ظهره كده إيه متساوى. يعني عند الإمام الشافعي باطل السنة، لكن عندنا إحنا صحيح أن رفع العجزة من الخلف عن الرأس مندوب عندنا وواجب عند الإمام الشافعي. يبقى إذن لو كان ساجد على مكان أعلى من مكان الرجلين زي ما بيحصل في الصحراء وفي الغيط، ساعات واحد يقف في مكان ويسجد على مكان عالي هتبقى راسه مساويه في ظهره ممكن تكون اعلى، فدي صحيح عندنا انما خلاف الاولى. لكن عند الامام الشافعي الصلاه باطل. نعم مش هيئة خاصة، هي المرأة تنضم بس، يعني الفخذين يكونوا منضمين وما تعملش كده يعني زي الرجل تجنح، لا ما تجنحش بالذراعين، تضم الذراعين بس مش أكثر. لا المرأة كالرجل، لا لا السجود هو هو وبس إيه، ما تفرجش بين الفخذين وما تبعدش بين الذراعين عن الجنب، يعني تنضم ضم الفخذين وهي جالسة وضم الايه الذراعين دول على الجنب، دي صفة سجود المرأة. لكن رفع العجز عن الرأس ده سنة للرجل والمرأة، مفيش فرق. وندب دعاء فيه أي في السجود، دي كلها دي صفة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلها الصحابة الذين نقلوا هيئات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سيدنا أنس بن مالك وسيدة عائشة وسيدنا عبد الله بن بحينا والبراء بن عازب وعبد الله بن مسعود وسيدنا أبو هريرة وسيدنا عثمان، كل هؤلاء يعني رأوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيئتها ونقلوها لنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما يقول وندب وسنة يبقى ده منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وندب دعاء فيه أي في السجود بما يتعلق بأمور الدنيا أو الدنيا والآخرة له أي للمصلي أو لغيره، خصوصا يعني يخص نفسه بالدعاء أو عموما للمسلمين. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي قولوا سبحان ربي العظيم، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقرن أن يستجاب لكم، أي جدير بأن يستجاب لكم. هنا عاد يعني الأئمة الثلاثة على أن الدعاء لا يكون إلا بما ورد في القرآن أو السنة أو بما فتح به على العبد، لكن يعني لا يذكر أسماء عند الأئمة الثلاثة، يعني مثلا ايه من يريد الزواج لا يقول مثلا اللهم زوجني بفلان في السجود، لكن عند الإمام مالك يجوز أن يذكر الأسماء، اللهم اغفر لفلان، اللهم زوجني بفلان، اللهم اشفي فلان، لأن وارد طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم أنجو فلانا، اللهم إلعن فلانا وفلانا،
بالأسماء. فمذهب الإمام مالك هنا أرجح، ويدعو بالدنيا. يعني لو واحد قال يا رب اللهم ارزقنا بألف جنيه ينفع، لكن عند الأئمة الثلاثة لا، يعني لا يدعو بدعاء الايه الدنيا، يعني ويذكر الأموال، يعني يدعو بعد الصلاة. لكن عند الإمام مالك بأي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، ويجوز ذكر الأسماء. يعني ده يعني سؤال وارد كثير، قال بلا حد، يعني فيش حد للدعاء، دعوة اثنين ثلاثة أربعة، لا، يعني بما يسره الله تعالى، بحسب ما يسره الله تعالى. بس الإنسان يستحب أن يجمع بين التسبيح والدعاء، يجمع. النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، يعني قولوا سبحان ربي الأعلى. فلو سبح مرة أتى بالسنة ثم يدعو في باقي السجود، يبقى يجمع بين التسبيح والدعاء. كالتسبيح فيه فإنه يندب بلا حد ويقدمه على الدعاء، يعني يبدأ بالتسبيح ثم يدعو، لأنه طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل وليثني عليه بما هو أهله. فالتسبيح ثناء على الله، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول في السجود سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والعلماء يقولون يعني من كانت له إلى الله حاجة فليدعو بها في سجوده وعقب صلواته، لأن الدعاء في السجود أقرب إلى الإجابة، أقرب إلى الإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم فقمن أن يستجاب له، أي جدير بأن يستجاب له، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب له، أي جدير بأن يستجاب له. ويدعو بها بعد الصلاة، لأن وارد في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، يعني أقرب إلى الإجابة، قال سحر الليل ودبر الصلوات المكتوبات. وندب في مذهب الإمام مالك، وندب الإفضاء في الجلوس كله. احنا قلنا الإفضاء غير الافتراش، الافتراش يجلس على رجله اليسرى، ينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليه، ده اسمه ايه؟ الافتراش. اما الإفضاء يجلس على الارض ورجله الشمال بتبقى تحت فخذه اليمين. عندنا احنا بين السجدتين وفي التشهد الاوسط وفي التشهد الاخير، ده مذهب الامام مالك. لكن مذهب باقي الائمه يفترش في كل الهيئات الا التشهد الاخير، يجلس على الارض، يعني يجعل رجله اليسرى ناحيه الفخذ الايمن ويجلس على الارض عشان يفرق بين التشهد الاخير وبين باقي جلسات. ما عدا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال يسن بين السجدتين أن يجلس على عقبيه، أن يجلس إيه؟ على عقبيه، مستدل بحديث في صحيح مسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه يعني جلس بين السجدتين على عقبيه، اللي نسميه هنا الإقعاء. فالعلماء قالوا
يعني يستحب أن يفعله أحياناً. أحياناً، لأن طبعاً صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويجلس عليها، لكن ما يقعيش في الإيه؟ لا يقعي في التشهد الأوسط أو الأخير، فيش إقعاء. الإقعاء ده يجوز بين إيه؟ السجدتين، ولم يقل به إلا الإمام الشافعي، فعله سيدنا عبد الله بن عباس وفعله ابن عمر كما في البخاري ومسلم، وروى ذلك أبو داود. قال يفعله أحيانا، لكن في التشهد لا يقعد لا في الأول ولا في الآخر، إنما يفعل ذلك أحيانا بين السجدتين، وقال بذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى. حديث طاووس رضي الله عنه قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال سنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل ويجلس هكذا، فقال ابن عباس بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك طاووس. وعن أبي الزبير أنه رأى ابن عمر يفعله ويقول إنه من السنة، يعني يفعل يجلس بين السجدتين على عقبيه ويقول إنه من السنة، فقال ذلك لذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. قال وفسر الإفضاء بقوله يجعل اليسرى للأرض، أي الرجل اليسرى مع الإلية للأرض، يجعل الرجل اليسرى هكذا أي عليه، وقدمها أي اليسرى جهة الرجل اليمنى لا يجلس عليها، ونصب قدم اليمنى عليها أي على اليسرى أي على قدم اليسرى خلفها، وباطن إبهامها أي اليمنى للأرض أي عليها. دي صفة الإفضاء عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في جميع هيئات الجلوس بين السجدتين أو الجلسة الأولى أو الجلسة الأخيرة. وندب وضع الكفين على رأس الفخذين بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين، يعني وضع الكفين على الركبتين، وتبقى الرؤوس دي نازلة لتحت، رؤوس الأصابع يعني لا يضع هكذا وإنما يضع هكذا، يعني الركبة هي يبقى كده، يعني الأصابع تبقى نازلة على الركبة، يبقى هنا الكفين على رأس الركبة والأصابع لتحت، بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين. وندب تفريج الفخذين للرجل فلا يصبهما بخلاف المرأة كما ذكرنا. وندب عقد ما عدا السبابة والإبهام وهو الخنصر والقنصر والوسطى من اليد اليمنى في حال تشهده مطلقا الأخير أو غيره، بجعل رؤوسهما أي الأصابع الثلاثة ما عدا السبابة والإبهام بلحمة الإبهام، أي اللحمة التي تحت الإبهام حال تكونه مادا إصبعه السبابة بجنب الإبهام كالمشير بها. يعني طبعا احنا بنقول في السجود في الجلوس بين السجدتين أو في التشهدين الأول والأخير يضع اليدين على الركبتين،
بحيث تكون الكفين دول على آخر الفخذين والأصابع نازلة على الركبتين هكذا. لكن اليمنى في التشهد هيلم يضم الثلاث أصابع دول في لحمة الإبهام تحتها كده هكذا مش كده. في بعض الناس كل واحد طبعا بيعمل اللي هو عايزه، بص كل واحد عامل كده واللي عامل كده واللي في فرشها كده، كل واحد طبعا بيعمل ايه عشان ما اخص الصفه من السنه. لكن السنه هكذا عندنا في المدن المال دي هيئه من هيئات وضع اليد في التشهد، يبقى هيلم دول كده في لحمه الابهام هكذا هكذا، ودول كده جهة الايه؟ القبلة، الإبهام والسبابة، دي السبابة وده الإبهام، والإبهام ده ممكن نمده كده وممكن نحطه كده على الوسط، يعني يجوز اثنين، يجوز إن أنا أمده ويجوز إن أنا إيه؟ أعمله كده. وعندنا تحريك الإبهام تحريكا وسطا من أول التحيات إلى السلام، عندنا كده يعني يحرك يمين ويسار، يمين ويسار، لأن الإمام الشافعي يحرك من فوق لتحت، من فوق لتحت، لكن إحنا عندنا يحرك الإصبع السبابة يمينا ويسار طول التشهد. عند الحنفية ما يقبضوش إلا عند التوحيد، يعني يقول التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلاة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وعامل كده يرفع إيده يشير بها بالسبابة وينزلها تاني، يعني ما ينفعش إلا عند إيه؟ التوحيد فقط، عند شهادة التوحيد، وباقي التشهد يضعها على رؤوس الفخذين. وعند الشافعية يشير بها إلى أعلى إلى جهة الوجه هكذا. وفي قول عند الشافعية وأحمد إنه ما فيش تحريك، يعني يشير بها فقط لا يحركها إلا عند أشهد أن لا إله إلا الله بس، يعني عند الإشارة إلى التوحيد فقط. وبعض الناس تلقاه بيحرك السبعين كده، يعني ممكن يحرك إيده كلها. في حديث في السنن أن سيدنا عبد الله بن مسعود قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فرآني أشير إصبعين هاتين السبابة والوسطى، أقول هكذا، فقال أحد أحد، يعني جعلهما إيه؟ يعني أشر بواحد بس، وبيشير باثنين، قال أحد أحد. وندب تحريكها أي السبابة دائما من أول التشهد إلى آخره، يعني إلى آخر الدعاء لغاية ما يسلم يمينا وشمالا أي لجهتهما لا لجهة فوق وتحت، يعني يحرك هكذا ولا يحرك هكذا. قال تحريك الوسط مش تحريك سريع، لا يعني تحريكا وسطا هكذا بالراحه، يعني لان في ناس ايه تلقاها بتعمل كده او ممكن ايده كلها ايه تعمل، لا الايد تكون ثابته ويحرك السبابه فقط هكذا تحريكا ايه وسطا ناحيه اليمين وناحيه اليسار لا لفوق وتحت. وندب القنوت أي الدعاء والتضرع، معنى القنوت من معاني القنوت يعني
الدعاء والتضرع بأي لفظ نحو اللهم اغفر لنا وارحمنا بصبح فقط. القنوت سنة عندنا في مذهب الإمام مالك من مستحبات الصلاة، وندب إسرارا يكون سرا عندنا لا جهرا، لأنه دعاء وكل دعاء يندب فيه الإسرار، لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. طبعا بعض الجهلاء يظن كما في القاهرة وما حولها الأفكار المستوردة، يقول لك إيه القنوت بدعة، بدعة ده كل كتب السنة فيها باب القنوت، يبقى بدعة منين؟ أمور عجيبة يعني. القنوت موجود عند جميع المذاهب، يعني عندنا وعند الإمام الشافعي يسن القنوت في الصبح، لكن المالكية قبل الركوع سرا والشافعية بعد الركوع جهرا، وده وارد في السنة في البخاري ومسلم وليل الأوتر للشوكاني، وكل كتب السنة فيها باب في القنوت. الإمام أبو حنيفة عنده القنوت في الوتر، يصلي الوتر ثلاثا بتشهد واحد ويقنط قبل الركوع سرا بالقنوت، بقنوتنا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، قنوت المالكية. الإمام أبو حنيفة. وعند الإمام أحمد القنوت عند النوازل في الصلوات الخمس، يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقنط بعد الركوع جهرا في النوازل. طيب واحد يجي يصلي الصبح ولا يقنطش بالناس لا قبل ولا بعد، يقول لك ايه ما وردش ما وردش، منين في كتب السنه ده؟ عشان هو مختار راي الامام احمد. طيب عند معاك عند النوازل، طب وفي نوازل اكثر من احنا فيه، انت مستني صاعقة تنزل من السماء علينا حتى اما تدعو؟ وفي قنوت اكثر من كده، يعني في احنا محتاجين للدعاء اكثر. لا ده يصلي بالناس ويروح راجع ويرفع يعني ما فيش قنوت في الصبح، ازاي يعني؟ كيف؟ احاديث صحيحة كثيرة جدا. لا هو اختار رأي الإمام أحمد. طيب عند النوازل، أمال إيه الأمراض اللي إحنا عايشين فيها دي والغلاء والبلاء يعني سبحان الله، يعني الناس مش عارفة تعمل إيه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض، وقال: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. إحنا عندنا بحار من البلاء، مش أمواج، بحار ومحيطات، يعني ما من إنسان صغير أو كبير، رجل أو امرأة، إلا وهو مبتلى في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، فيه بيت خالي من البلاء. انظر إلى الفساد اللي ظاهر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، في نوازل أكثر من إحنا فيه أقل شيء. طب إذا لم ندعو يقولون الدعاء بعد الصلاة بدعة والقنوت بدعة، طب متى تدعو؟ يعني لا تدعو لا في الصلاة لا بعد الصلاة ولا إيه ولا في القنوت، يبقى متى تدعو؟ أمور عجيبة، أمور عجيبة. فالقنوت سنة
عند الأئمة الأربعة. واحد قال عند النوازل في كل الصلوات، واحد قال في الوتر، واثنين قالوا في الصبح، وكل ده موجود في السنة. وحديث سيدنا أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، ده حديث صحيح رواه الدارقطني وغيره. هذا ممكن. وفي البخاري سيدنا أنس سئل هل قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع؟ قال قليلا، يعني كان أكثر قنوته قبل الركوع. يقنط إيه؟ يعني يدعو قبل الركوع، يعني قنت قليلا بعد الايه الركوع. يبقى قنت قبل الركوع وبعد الركوع. فالجاهل هو الذي يترك القنوت في الصبح، دليل على انه جاهل بالسنه وجاهل بفهم السنه وفهم الفقه. عامل نفسه طبعا هو الامام الشافعي واحد. سبحان الله، لأن كلامه ده كأنه يخطئ الأئمة، يعني هم مش فاهمين وهو اللي فاهم. أمور عجيبة يعني. سبحان الله، ده الإنسان منا لا يساوي مسمارا في نعاله، فضلا عن أن يخطئهم أو أن يتكلم في حقهم. أنت لا تساوي شيئا. وندب قومه قبل الركوع الثاني، خلي بالك. هذا والله تعالى أعلم.